السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية يا سادس المرة الماضية أخذنا ضرب الكسور العشرية اليوم بدنا نحكي كيف نقسم كسور عشرية في عندي حالتين إما بقسم كسر عشري على عدد صحيح أو كسر عشري على كسر عشري قسمة كسر عشري على عدد صحيح رح نتبع نفس الطريقة طريقة الضرب لما نقسم كسر عشري على عدد صحيح رح نتبع نفس طريقة الضرب نفس الشيء بنضرب كنا طبيعي بعدين نحط الفاصل العشرية بعد بعدد المنازل اللي قبل الفاصل عدد المنازل العشرية بعدين بنحط الفاصلة نفس الشيء بالقسمة نقسم طبيعي ولا كانه في عندي فاصله وبعدين بحط الفاصله بعد ما اعد المنازل العشريه مش الاعداد الصحيحه راح ناخذ مثال 42% تقسيم 2 ولا كانه في عندي فاصله يعني بنسى الفاصله وبقسم 42 تقسيم 2 4 تقسيم 2 2 2 ضرب 2 4 2 تقسيم 2 1 1 ضرب 2 2 ويساوي 21 وانا عندي هنا فاصلة بعد المنازل 1 2 يعني راح احط الفاصلة بعد منزلتين 1 2 وبحط الفاصلة بعد بكون عديت المنازل المثال الثاني 84% تقسيم 4 راح اعمل نفس الاشي بنسى الفاصلة وبقسم 84 تقسيم 4 8 تقسيم 4 2 2 ضرب 4 8 بنزل الأربعة أربعة تقسيم أربعة واحد واحد ضرب أربعة أربعة هسا بدي أشوف ما أحط الفاصلة العشرية بدي أعد المنازل بعد واحد تنين نفس الاشي بعد واحد تنين وبعدين بحط الفاصلة العشرية شو عملنا عدينا المنازل بعدين بحط الفاصلة العشرية واحد تنين بطلع عندي نفس الاشي واحد وعشرين بالمية. تسعمية

بعد المنازل العشرية اللي عندي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة إذا بحطهم بعد ثلاث منازل اللي هي بطلع ثلاث مية واحد وعشرين من ألف نفس طريقة الضرب القسمة بس بدل الضرب هنا قسمة بنعملها في القسمة الطويلة رح أرجع أعيد لقسمة كسر عشري على عدد صحيح نجري عملية القسمة وكأنها عدد صحيح على عدد صحيح يعني كأني نسيت الفاصلة قسمت 42 تقسيم 2 ثم نضع الفاصل العشرية في خارج القسم يعني الجواب عندما نستعمل أول منزل عشري يعني من عند المنازل العشرية على يمين الفاصلة فقط اللي على يمين الفاصلة ما منطلع الأعداد الصحيحة إذا كان عندي هون من عد واحد تنين هيني حطيتهم بعد تنين وهون نفس الاشياء 84, 84% تقسيم 4 قسمت 84 تقسيم 4 بيطلع عندي 21 عديت المنازل العشريه منزلتين بعدين حطيت بعد منزلتين 963 تقسيم 3 قسمت 963 على 3 بيطلع 321 عديت المنازل العشريه 1 2 3 بعد 3 حطيت الفاصله اذا بحط الفاصله بعد ما اعد المنازل العشريه فقط مش الاعداد الصحيحه الحاله الثانيه إذا كان في عندي كسر عشري على كسر عشري، يعني كسر عشري على كسر عشري كيف بدي أجري العملية؟ طبعاً هناك يا سادس بالضرب كنا نضرب نفس الإشي طبيعي ونعد جميع المنازل، هون بالقسمة لا. هون في القسمة لازم أحاول أخلي المقسوم عليه عدد صحيح، يعني أتخلص من الفاصلة، بالضرب إحدى قوى العدد 10، حسب الموجود عندي بضرب، طبعاً هلق رح نفهمها بالحل. 39% تقسيم 3 من 10، هونا لازم أول إشي قبل ما أعمل القسمة أخلي ال 3 من 10 تصير عدد صحيح، طب 3 من 10 كيف بدي أخليها تصير 3؟ بضربها في إيش؟ 3 من 10، يعني هي عبارة عن 3 على 10، بضربها في 10 بتصير 3 صحيح، وبرضه بضرب الطرف الثاني بنفس العدد اللي ضربت عليه المقسوم عليه، يعني بضرب المقسوم والمقسوم عليه بإحدى قوى العدد 10، حتى يصبح المقسوم عليه عدد صحيح، لازم يصير عندي المقسوم عليه عدد صحيح اذا لقسمه كسر عشري على كسر عشري اخر نضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه باحدى قوى العدد عشرة بحيث يصبح المقسوم عليه عدد صحيح لازم يصير هذا عدد صحيح كيف نعمل الطريقه عندي هنا قبل ما أجري القسمه 39% تقسيم 3 من 10 بطلع المقسوم عليه 3 من 10 عشان اخليه 3 معناته بدي اضربه في 10 العدد اللي بضرب فيه المقسوم عليه لازم اضرب فيه برضه المقسوم بصير 39% بالمية ضرب 10 هاي نفسها راح اقسمها على 3 من 10 ضرب 10 ويساوي 39% اول اشي عملنا ضرب 10 تقسيم 3 بال 10 ضرب 10 39% ضرب 10 بيطلع عندي 3, 3 و9 كيف عرفنا انه 9 لما ضربنا المره الماضيه حكينا بنضرب الاعداد الصحيحه 390 وبحط الفاصله وين بحط الفاصله؟ بعد ما نزلتين وبنحطها بطلع معي ثلاثة وتسعة تقسيم عندي هون صار عندي ثلاثة ثلاثة وتسعة تقسيم ثلاثة هسا بتصير نفس الطريقة الأولى إذا هاي اللي صارت عندي القسمة شو بكتب هون نقسمها كما في الحالة الأولى اللي أنا حكيت عنها الحالة الأولى اللي هي ثلاثة وتسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد ضرب ثلاثة ثلاثة ناقص صفر بنزل التسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة ويساوي بيطلع ثلاثة وتسعة تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثة وين بحط الفاصل عشرية بعد فقط المنازل اللي حكينا بس اللي قبل الفاصل كم منزل عندي واحد بحطها معناته بين الواحد وبين الثلاثة بيطلع واحد وثلاثة بيطلع عندي واحد وثلاثة من عشرة شو عملنا في السؤال؟ أول إشي بدي أحاول أخلي المقسوم عليه عدد صحيح ضربته في أحد القوى اللي هي 10 وضربت 39% ضارب 10، 39% ضرب 10 بيعطيني 3 و بيعطيني 3 و 3 من 10 ضرب 10، 3، هسة بنقسمها كما في الحالة الأولى اللي أخذناها، 39 تقسيم 3، هون 39 39 تقسيم 3 3 تقسيم 3 1 ضرب 3 3 9 تقسيم 3 3 ضرب 3 9 بيطلع 13 حطيت 13 طب هاي نفس الحاله الاولى اي حاله اولى اللي هي هاي انه صار في عندي عدد عشري على عدد صحيح بعد المنازل العشريه عديناها عندي منزله واحده ما بطلع على العدد الصحيح بصير 1 و3 مثال ثاني 256 من 1000 تقسيم 4 من 100. 256 من 1000 تقسيم 4% بالمية نفس الاشي ال4% هي حكت 4% في المية. حتى اخليها تصير 4 بضربها في 100 وهي رح اضربها في 100 اللي هي 256 ضرب 100 تقسيم 4% بالمية ضرب 100 ويساوي هسه هاي رح تنزل عندي على السريع 4 4% رح تكون عندي عدد صحيح وهون رح تصير عندي 25.6 اول شيء بضرب بيطلع عندي 256 ضرب 100 بنحطها 256 ضرب 100 اللي بتطلع عندي 25600 بحرك ثلاث منازل بيطلع عندي 25 و6 تقسيم 4 هسه نقسمها كما في الحاله الاولى رح اكتب نفس الشيء نقسمها كما في الحاله الاولى اللي اخذتها نقسم هسا اللي هي 256 تقسيم 4 اللي هي 25 تقسيم 4 6 ضرب 4 24 5 ناقص 4 1 16 تقسيم 4 4 ضرب 4 16 اذا بيطلع عندي 256 تقسيم 4 أربعة يساوي 64 أربعة طيب وين احط المنزل وين احط الفاصله العشريه بعد المنازل اللي قبل الفاصل هي منزلة واحدة وهون بعد منزلة واحدة بتصير عندي ستة وأربعة كمان مثال 18% تقسيم 15 من 1000 15 من 1000 يعني بدي اضرب الجهتين ب 1000 حتى تصير هي 15 18% ضرب 1000 تقسيم 15 من 1000 ضرب 1000 ويساوي، طبعا هاي رح تنزل عندي 1000، لأنه حكينا أي عدد صحيح بضربه في نفس الرقم رح يعطيني نفس الشيء، وهون بتطلع عندي 180. 180 تقسيم 15، هون بيطلع 180 تقسيم 15، 180 تقسيم 15 بقسمها، وهون بنلاحظ ما في عندي أي نوع من أنواع الفواصل العشرية، فبتنقسمها قسمة طويلة مباشرة، 180 تقسيم 15. اللي هي ال 18 كم 15 فيها؟ 1 1 ضرب 15 15 ناقص 30 كم 15 فيها 2 ضرب 15 30 بيطلع عندي 12 اذا 180 تقسيم 15 يساوي 12 وهون ما عندي فواصل عشريه، يعني القسمه راح تكون مباشره من غير اي فواصل عشريه، القسمه راح تكون مباشره من غير اي فواصل عشريه، اذا المبدا هون بضرب كل رقم بقوة اما 10 او 100 و1000، ال 15 في ال1000 عشان تصير 15 لازم اضربها في 1000 انا الهدف اني اوصل انه يكون مقسوم عليه عدد صحيح وهون نفس الشيء لازم اضرب الطرف الثاني نفس الشيء ب 1000 18% ضرب 1000 بيعطيني 180 15 من 1000 ضرب 1000 15 طبعا هون قسمه طويله عاديه ما في اي نوع من انواع الفواصل العشريه اللي احطها حسب المنازل الموجوده عندي تمام يا سادس نكتب التلخيص على الدفتر ورح نرجع نشرحه يا سادس بحصه الزوم وابعثوا لي على المنصه ويعطيكم العافيه